مرحبا، رح نبلش مع النفس. بدي اعمل ايدي بهالشكل، تحط ايدي على بطني الباهم على الذكرى، وقت اخذ انهال من منخاري ايدي بتكون عم تظهر لبرا، بطني بيكون عم يظهر لبرا، هيدي المنطقة بالبطن من بطني هي عم تظهر لبرا. اكسيل، هاي المنطقة بتكون عم تفوت لجوا. الاكسيل رح يكون من منخاري او من تمي حسب راحة الجسم. انهيل دائما من المنخار، اكسيل انهيل. جرب غمض عيوني وحس بالنفس من جوا، جرب قد ما في صدري ما يتحرك، النفس بيقطع من صدري من الرواية بينزل على معدتي على كعب معدتي، بطني بيظهر لبرا، بطني كأنه بالون عم ينفخ. اكسيل. إذا بس حس إنه النفس صار عم يزبط معي بشيل إيدي عن جنبي، بدي وسع إجري عن بعضهم، إيدي على جنابي، انهيل، نفسي وصل لبطني، بطني ظهر لبرا، على الإكسيل بنزل إيدي الشمال على إجري اليمين. اكسيل انهيل، برجع بطلع على النص. اكسيل، ايدي اليمين على رجلي الشمال. انهيل. هلا مع الاكسيل بدي نزل ايدي اليمين على رجلي اليمين، وجهي عم بيطلع لفوق باتجاه ايدي الشمال. اكسيل inhale exhale inhale exhale inhale. مع الاكسيل بنزل ايدي لورا ظهري، بشبك اصابيعي ببعضهم ورا ظهري، بفتح كتافي لورا. هذا التمرين بده يعلمني أول شيء اتنفس صح، تاني شيء مشي النفس والحركة مع بعض. inhale exhale inhale exhale. ضلني تحت قد ما في، بسحب ايدي لقدام، فلت ايدي على الارض قدامي، مشي ايدي على اجري اليمين، بسحب صدري باتجاه ركبتي اليمين، شوي شوي برجع على النص، بمشي على اجري الشمال، كمان بسحب صدري باتجاه اجري الشمال، برجع على النص. ايدي لورا، ايدي بنا على النص، شوي شوي برجع بعلي، حرك اجري، كتافي، ايدي، شوي بجلس كتافي لورا، برفع كتافي، انهيل اكسيل، نزل كتافي ورا، انهيل، كأني عم بقول لا لورا، رقبتي لقدام، ايدي على رقبتي، انهيل exhale inhale. مع الاكسيل شوي شوي فلت ايدي، برجع راسي على النص،
لا بدي جيب دنتي اليمين على كتفي اليمين، وجهي عم بيطلع بعيد شي متر قدامي على الأرض، بيطلع بهاي الطريقة. دنتي اليمين على كتفي اليمين، كتفي اليمين بيضلوا تحت، كتفي الشمال بيضلوا تحت، ايدي اليمين بس وزن ايدي على راسي، ما بشد. ستريتشينج بيكون عم بيصير بعضلة رقبتي الورانية. انهيل مع الاكسيل شوي شوي، فلت ايدي، برجع ايدي على جنبي، راسي على النص. هلا باخد دينتي الشمال على كتفي الشمال، كمان وجهي عم بيطلع قدامي على الارض، ايدي الشمال على راسي بس وزن ايدي على راسي. انهيل نفسي قد ما فيه، بده يكون بطيء وغميق، تتأكد انه نفسي عم يوصل على كعب بطني، بطني عم يضل لبرا. اكسيل. النفس بهالطريقة هو اللي رح يرخي لي الجهاز العصبي، هو اللي رح يخليني يكون هادي ورايق. واللي هيدا الشي بدوره رح يرفع لي جهاز المناعة ويعلي لي البقاش تبع الدم. انهيل مع الاكسيل شوي شوي، فلت ايدي، برجع راسي على النص. هلا اخد انهيل على النص، بطني بدي هلا برا، مع الاكسيل بدي طلع علامات اليمين، بدي شد دق، بدي جرب اوصل دقني لراس كتفي. شوي شوي برجع على النص. انهيل اكسيل. كتير مهم اعرف مشي الحركة والنفس مع بعضهم. اكسل. انهيل. بعمل حركة على مهلي. اكسل. بس متأكد انها بتطلع صح. اكسل. ايدي لورا ظهري، اشبك ايدي ببعضهم، افتح كتافي اكتر لورا. لا مع الانهيل بدي طلع على السقف، شد رقبتي قد ما فيي لفوق، وبس اوصل للاخر بدي شيل لساني حطه بتمي من فوق، بشد لي زلعيني من جوا. مع الاكسل شوي شوي برجع راسي، بس رجع راسي بتاكد انه دقني رجعت كفايه لورا. انهيل اكسل. فلت ايدي برخي. هول التمارين فينا نبلش فيهم كل يوم نهارنا، بحركولنا مفاصل اساسيه بالجسم وبيخلولنا النفس يفوت على الجسم، بعلمونا نتنفس بهدوء ونتعلم نتحرك مع النفس، بخلونا نكون هاديين ورايقين. رح يكون في فيديوز تاني ليكفوا هيدا الكورس اللي هدفه يرفع الاميون سيستم ويعلي البقاش تبع الدم، وعلمنا نكون رايقين وهاديين بهيدي الفترة. أنا أنور أبو حسن، تانكيو كتير.